فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره، يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل بالسعادة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم مرة يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلى محمد
بارك عليه وعلى آله وصحبه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه. أثني بحمد موارده سائغة هنية ممطيا من الشكر الجميل مطايا. أصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقن في الغرر الكريمة والجباه. واستمنه الله تعالى رضوانا يغص العظة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموانا. واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجنية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وغطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عدا تحل المسامع بعلاه. وأستعين بهول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد وحمدت خصال السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ياتم الالتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قطاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنها إليه الكثير وارتضى ابن مالك ابن النضر كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أدى الرحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان. وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسمية إلى الذبيه إسماعيل نسمته ومنتماه. فعظم به من عقدها تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. نسب تهاسب العلا بعلاه ولا تتهى نجومها الجوزاء حب العيد سددي وفخار أنت في اليتيمة الأسماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية. أورد الزين العراقي والده في مورد الهني وراح حفظ الإله كرامة لمحمد أباه الأمجاد صار الاسم ترك السفاح فلم يصيبه عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. سرى نور النبوة في أسار غررهم البهية وبدر بدره في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليك زينب.
Thank you.
ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله محمد، ابن عبد الله. ويا قاري كتاب الله محمد، ابن عبد الله. ويا قاري كتاب الله، عليك قمت الحضرة تجاهد في سبيل الله، عليك قمت الحضرة تجاهد في سبيل الله. يا رسول زيقة المحمدية وظهره جسما وروحا بصورته ومعنى، نقله إلى مقر من صدفة آمنة الزهرية، وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى، ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنور الذاتية، وصبا كل صب له بنسيم الصبا، وكشت الأرض بعد تولجت بها من نطيح سندسية، ونت الثمار أدنى شجر الجان جنا، ونطقت بأمره كل دابة لقش بفصح الألسن العربية، وقرت الأسرة الأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وشو المشارق والمغارب والدواب والبحرية، وهتست العوالم من السوري وكأس الحمية، بشرت الجن بذلال زمني، ونطقت الكائنات الرهبانية، ولهج بخبري كل خبز خبير وفيه لا وسنيتا، وطيت امه في المنام فقيل لها انك قد حملت بسيد العالمين خير البريه، وسمي اذا وضعتي محمد لان محمد لانه ستحمد قبا. اطر اللهم قبره الكريم بعرف شريف من صلاه وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولما تم من حمل شهران على مسجد الأقوى المروية، توفي بالمدينة المنورة بأم عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوال بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث في مشهر سقيما يعانون سقما وشكوى. ولما تم من عملي على الراج 19 قمرية، وأنا للزمان أيا جل عن صدى، حضر أمه ليلة مولده آشة ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية، وخذ المخاض فولد صلى الله عليه وسلم نورا يتلألا سنا محل الكيام، صلى الله على محمد، صلى الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، صل على سيدنا محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلى يا حبيب سلام عليك،
فات منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام سلام عليك يا رب.
Yeah.
يا الله والذنوب بالموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله وموكل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا وبارك عليه وعلى آله وصحبه.